هناخد واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا كابتن مصطفى يونس. والحقيقه انا دايما يعني عارف جرأته وعارف انه دايما حريص على النادي الاهلي. القرار النهارده طبعا هاخد رايه فيه واشوف يعني رايه طبعا في ما سيحدث في الفتره القادمه. كابتن مصطفى مساء الخير. اشرف مساء الفل. ازي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك. القرار النهارده حقيقه يا كابتن مصطفى يمكن كنت بتكلم من ناحيتين، الناحيه الاداريه والقانونيه، والحقيقه دي ما همتنيش قوي، ولكن اللي همني النهارده وبتكلم فيه هو راي الجمهور النادي الاهلي. يعني شايف انه في ناس كتيره جدا جدا من جمهور النادي الاهلي سعيده بهذا القرار، ودي الازمه اللي هتواجه مجلس الاداره حتى لو تم تكليفه يعني بتسيير الاعمال الفتره اللي جايه. ما دايما جماهير النادي الاهلي متاثره بنتائج الفريق، لو نتائج الفريق ايجابيه كنت لقيت الدنيا ولعت. واخد بالك؟ لكن عشان النتائج الاهلي سلبيه والقرار جاي في توقيت وحش، فبالتالي الناس بيهمها الناس اللي بره، مش جمعيه عموميه ولا ناس ولاد النادي الاهلي ولا اللي بيسقفوا في المدرجات، هو ده اللي يهمهم الموضوع، لكن في نفس الوقت عندهم حق، لان النادي الاهلي بالنسبه لهم هو الدنيا، المكسب بيغطي كل حاجه. لكن لما نتكلم على سلبيات المجلس او بيتكلموا على بعض او منشقين او او او، طب ليه ما بنتكلمش على الجانب الايجابي؟ الحقيقه كنت لسه بتكلم في ده يا كابتن مصطفى. ليه ما بنتكلمش يا اشرف على ان الناس عملت الشيخ زايد؟ ليه ما بنتكلمش ان سددوا فوق ال 100 مليون جنيه مديونات المجلس السابق؟ ده صحيح. ليه ما بنتكلمش ان جاب عقد رعايه ما حصلش في تاريخ النادي الاهلي؟ ده صحيح. مش الاهرام بقى وحسن حمدي اللي هو بيمول النادي الاهلي، ليه ما بنتكلمش؟ انا مختلف معاهم تماما ومش عاجبني ولا واحد من اللي اختارهم المهندس محمود طاهر من بدايه دخوله النادي الاهلي. تمام. كل اللي الناس اللي موجوده جايبها في علامات استفهام كبيره جدا، ومع هذا بيجيبهم. ده بالعكس، ده كان بيجيب ناس ثانيه. وانا بعت له رساله تليفون وقلت له دول مين؟ ودول بيعملوا في النادي؟ لكن احنا دلوقتي مش عايزين نتكلم في احنا دلوقتي لازم نقف جنب نادينا. اخر جمله انت قلتها وده صحيح. وبعدين المجلس السابق برضه عشان الناس تبقى عارفه، المجلس بتاع حسن حمدي واخد بالك كان اللي هو سفير نور طلع، كان قدم برضه مش اجراءات بقى لا مش اجراءات ده موضوع تاني مش هتكلم فيه. ليه موضوع تاني؟ واللي هو سفير نور كسب القضيه وتنازل عنها عشان النادي الاهلي، لمصلحه النادي الاهلي وقتها، لمصلحه النادي الاهلي واخد بالك. فهو ده الفرق ما بين الناس والناس، لكن احنا قدام القضاء لازم نضرب عظيم سلام كلنا من اكبرنا لاصغرنا. يعني حضرتك شايف كابتن مصطفى حضرتك شايف كابتن مصطفى في يعني في ناس بتتعمد الفتره دي الايقاع بمجلس الاداره؟ لا مش الفتره دي، ده من اول ما مسكوا يا بيه. ده من اول ما مسكوا اللوبي. وبعدين الغلطه الكبيره بتاعت محمود طاهر ان اللوبي بتاع المجلس السابق موجود، اللي الناس اللي ليها مصالح جوه النادي الاهلي. اللوبي موجود وحذرناه، واول ما مسك قلت له اخلص من الناس، لكن لو في راجل بتاع نتنياهو وراجل مخلص للنادي الاهلي وبيدي للنادي الاهلي وايديه نظيفه اهلا وسهلا بيه. لكن القصه اكبر من كده، هذه المؤامره من ساعه ما مسك محمود طاهر. مش جديده. طب حضرتك شايف الـ 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 يعني النقطه اللي بنتكلم فيها يا كابتن مصطفى وهي الجمهور النهارده، حضرتك شايف القاعده الكبيره دي سعيده ليه؟ يعني يمكن النتائج دي نقطه، ولكن في اخطاء ثانيه اكيد بجانب النتائج يا كابتن مصطفى، اكيد هي اللي سخنت الامور، هي اللي قول يعني الاخطاء. قول الاخطاء ايه؟ قول الاخطاء المجلس. يعني في مشاكل كابتن مصطفى ما كناش بنشوفها داخل النادي الاهلي، وحضرتك طبعا يعني كان برضو زي مثلا المنظومه، زي الاخبار اللي بتتسرب من مجلس اداره، الاخبار بتتسرب من غرف الملابس وغرف الاجتماعات، المشاكل اللي موجوده بين اللاعبين والاجهزه الفنيه والاجهزه الاداريه، ما فيش سيطره على اللاعبين، كل هذه المشاكل كابتن مصطفى يعني ما تعودناش عليها داخل النادي الاهلي، هي دي الازمه الكبيره. احنا بقولش لا، انا كان في ناس مسؤوله جوه كانوا بيدوني الاخبار. كان في موظفين جوه كانوا بيدوني الاخبار. يعني مش عايزين نكبر المواضيع. يعني مرة ده هو كانت بتجي الاخبار حمام السباحه، انا اعرف منين حمام السباحه خربان من جوه وبيوقع ميه وبيديه ب 350 الف جنيه في السنه. هو مين اللي صور لي حمام السباحه؟ حد من جوه. حد من جوه. خلينا ما نبقاش كده، يعني مش عارف ايه. لازم ندي كل واحد حقه. كل واحد له اخطاء وله ايجابيات. رغم اختلافي مع المجلس السابق، لكن جاب بطولات مش هتيجي تاني في تاريخ النادي الاهلي. والمجلس الحالي اهتم بالنواحي الانشائيه الحقيقه، يعني يمكن انا لسه حضرتك قبل ما تدخل انا قلت يعني اديهم 10 على 10. انت بتتكلم يا اشرف، انت بتتكلم على حسن حمدي بيشتغل في النادي الاهلي من سنه 76 من ساعه ما بطل. تمام. يعني عارف كل كبيره وصغيره عنها. يعني راجل اداري يشتغل مع صالح سليم، المهندس محمود طاهر مع احترامي الشديد ليه، أول مرة يبقى رئيس النادي الأهلي.
واخد بالك؟ انا مع حضرتك. الناس اللي كلهم صغيرين خبراتهم ايه؟ ده كلهم طلبه لسه. بس في حاجات يا كابتن مصطفى زي ما حضرتك قلت، زي ما حضرتك قلت، افتتاح فرع الشيخ زايد ومجمع حمامات السباحه، الاسكواش، فائض الميزانيه، شركه صله والشركه والرعايه للنادي الاهلي، كل هذه تحسب لمجلس الاداره الحالي. والمديونيات اللي دفعوها. تمام. هي دي كلها مش ايجابيات، في سلبيات، في بلاوي مش سلبيات بس. لكن لما نيجي نتكلم على السلبيات ونقول فرحانين، لا، شوف الناس دي عملت ايه برضه، وانا مختلف معاهم، مختلف في بعض القرارات اللي خدوها. واخد بالك؟ لكن الانشقاق يا كابتن مصطفى ده برضه والانقسام دي مشكله كبيره جدا يا كابتن مصطفى. ما دي من ضمن المصايب. طب ما كان في طاهر ابو زيد مختلف معاهم، كارثه داخل النادي الاهلي ما كانتش موجوده قبل كده. ما كانتش موجوده ان تبقى في. طب عايز اسالك سؤال، احنا بننسى ليه؟ هو اللي اتعمل في عبد صالح الوحش ده مين اللي عمله؟ ما انا عايز حد يرد يعني عليا. يعني بعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وقتها اللي اتعمل في صالح سليم، واللي اتعمل الله يرحمه عبد صالح الوحش، مين اللي عمله؟ بعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي تقدموا باستقالته. قول لي مين اللي عمله. حضرتك تفضل قول بقى، انا مش عايز اذكر اسماء. لا يعني هو انت مش راجل لعبت في النادي وعارف النادي؟ ما هو اعضاء مجلس اداره مع الكابتن عبد صالح الوحش واستقالوا عشان يبقى في جمعيه عموميه. نفس اللي بتحصل. ثلاثه اربعه مش بتوع محمود طاهر، عشان كده بقول اختياراته كلها غلط. محمد عبد الله ده بتاع مين؟ محمد عبد الله ده حبيبي وصديقي واخويا وكل حاجه. محمد عبد الله ده بتاع مين؟ اتربى على ايدين حسن حمدي. هيبقى الولاء لمحمود طاهر. انا عايز الولاء يبقى للنادي الاهلي مش للاشخاص. وده الاهم. وده الاهم يا اشرف. نحن عبده اصنام. وعبده الاصنام كمان يا ريت كده بس. لا، ده لهم مصالح جوه مع الناس معينه. لهم مصالح. لكن ما حدش بيفكر في مصلحه النادي الاهلي. انا بتفق مع حضرتك تماما يا كابتن مصطفى. طبعا هذا الفرح الكبير، الكيان الكبير، سيبك من الاشخاص. سيبك من الاشخاص، وهو الباقي في النهايه يا كابتن مصطفى. يعني كيان النادي الاهلي هو الباقي. طب اروح مع حضرتك، شايف المصلحه فين يا كابتن مصطفى الفتره الجايه؟ انا شايف المصلحه لو الناس اللي رفعت القضيه بتحب النادي الاهلي تروح تتنازل عن القضيه. تتنازل عن القضية ولو لم يتم التنازل. في أخطاء في المجلس، في أخطاء في المجلس، في أخطاء في المجلس، في قرارات غلط، في قرارات غلط، في اختيارات غلط، في اختيارات غلط. يعني حضرتك شايف إن المجلس الحالي يكمل يا كابتن؟ والله مصلحة النادي أهم من يكمل ولا ما يكملش. وبعدين أنت بكذا خسارة، ما أنت خسرنا قبل كده 4 سنين ورا بعض، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما خسرنا 4 سنين ورا بعض؟ الدنيا غرقت. ده قدامهم، ده إحنا نقعد نبطل 20 سنة كورة ما حدش هيحصلنا في البطولات وفي 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 وفي. في أخطاء، في أخطاء، في اختراع. أنا بص أشرف، أنت عارفني أنا أعتقد يعني. لكن مصلحة النادي الأهلي فوقنا كلنا، مش شعارات ومداد المبادئ والأخلاق والكلام الهقص اللي بيقولوه ده. لأ، أنا بتفق معاك يا كابتن مصطفى. الكيان هو الباقي، ومصلحة النادي طبعا هي الأول. الكيان هو الباقي، مصلحة النادي الأهلي فوق كل حد. بشكرك كابتن مصطفى، بشكرك كابتن مصطفى يونس، طبعا نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر السابق وأحد عشاق النادي الأهلي طبعا. خليني أروح لفاصل وأرجع أكمل مع حضرتك.